سعيد جدا بهذه المناسبة الجميلة وتخصيصا لأطفالنا أبطال مشهومون. أعتقد التنظيم والترتيب والتأهيل والتمكين جدا رائع، شفنا قصص وتجارب عملية فعلا، فأجزاكم الله خير على هذا حسن التنظيم والترتيب. وهذا بناتنا وأبنائنا أمانة ثمار الأرض، مثل ما نحن تركنا هذه البذرة وحين الثمار تطلع بإبداعات جميلة. وأبطال الملهمون ما دام عندهم الثقة بربهم وثقة بنفسهم وقدراتهم، إن شاء الله لا يوجد مستحيل.